السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي الكرام اهلا بحضراتكم في يوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤيا والمنام وعدنا تاني لحضراتكم ولقاءات جديده مع تفسير المنامات وبرنامجكم القوي جدا شفت منام مع قناتكم المميزه اوي اوي الصحه والجمال اهلا بحضراتكم اكيد في كل حلقه انا بقدمها وبطلع فيها بحب اصلي على سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن سيدنا محمد بن عبد الله، أكيد إن شاء الله النهارده هنفسر منامكم ورؤياكم اللي مش هيستفاد بتفسير منامه أو مش هيستفاد مني بعلم أكيد هيستفاد بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيلا معايا صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان تستفادوا. إن ما استفدتوش بالعلم اللي أنا لكم استفادوا بالصلاة على سيدنا النبي، أهلاً بحضراتكم، النهارده هتكلم عن موضوع جميل جداً ومهم جداً. اللي هتكلم عنه الرمز ده موجود في كل بيوت المصرية والعالم كله وهي رؤية زيت الطعام في المنام. زيت الطعام طبعاً بأنواعه هيكون زيت القطن، زيت الكتان، زيت الزيت الزيتون ودوّن من أفضل الرؤية اللي الإنسان يشوفها في المنام. أكيد أبو يحيى بيحب يفصل لكم المنامات بالخير، طب ليه أبو يحيى بتفصل المنامات بالخير؟ علشان سيدنا النبي قال كده، قال فسروا الرؤيا بالخير، بشروا ولا تنفروا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بشروا بالخير، رؤية الزيت في المنام رؤية جميلة جدًا. رؤية الزيت في المنام رؤية تبشر بالمال، رؤية تبشر بالرزق الحلال، رؤية فيها خير كتير أوي 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 على طول أول ما الإنسان يشوف في المنام زيت عنده في البيت أو بيستعمل الزيت يفرح على طول ليه؟ لأن أكيد أن ربنا سبحانه وتعالى بيبشره ويقول له تعالى يا حبيبي أنا جايب لك رزق في الطريق أنا ببشرك بخير هيقدم عليك الله يا رب وعدنا بالخير يا رب وعدنا بالمال الحلال يا رب وعدنا دائما بالبشريات من رب العالمين من الرحمن الرحيم رؤية الزيت في المنام بتدلل على المال الكثير. طيب، هنا هتكلم أول ما نبدأ هنا نقول من رأى في بيته زيت كثير. أيا كان زيت الطعام، زيت الطعام، زيت الزيتون، ده دليل على إن فيه خير كثير أوي أوي، دليل على إن فيه بركة ومال وصحة وعافية وفرج من رب العالمين. اللي بيشوف نفسه يا جماعة بيشرب زيت الزيتون او بيشرب الزيت العادي ده دليل على الرزق الكبير قوي ودليل على المال ودليل على الخير وعلى البركه يا الله ولكن في اشاره تانية بتقول احيانا اللي ممكن يشرب الزيت في المنام ممكن يكون انسان عنده بعض السحر مسحور اتعمل له سحر بس طبعا ما نقدرش نقول كده الا لما بنسمع صاحب المنام وبنساله عده اسئله علشان نقدر نتوصل معاه هل لو شرب الزيت في المنام عنده فعلا سحر ولا ما عندوش ما عندوش وبخير وربنا مديله الصحه والبركه على طول اعرف وهو يعرف ان شربه للزيت رزق ومال وخير وصحه وقوه طيب زيت الزيتون في المنام زيت الزيتون زيت مبارك زيت فيه خير وبركه في رؤيته في المنام لدرجه يقال بعض العلماء التفسير بيقول ايه بيقول من رأى في المنام وكان مريضا وشاف نفسه انه هو بيدهن جسده او جلده زيت اي زيت ممكن بس الافضل زيت الطعام بيدهن نفسه زيت في المنام ده دليل على ايه دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهذا المريض سوف سوف تشفى ربنا سبحانه وتعالى هيزيل عنك ما بك من امراض واسقام ربنا سبحانه وتعالى طيب معانا اتصال سوزي ناديه ايوه السلام عليكم ازيك يا استاذه ناديه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا يا استاذ ابو يحيى ازي حضرتك منور والله انت اللي منوره الصحه والجمال ربنا يخليك تحياتي لحضرتك ووصف البرنامج وانا بستنى اليوم بتاع حضرتك ده بصراحه يعني بستناه بفارغ الصبر والله ده انت على راسي من فوق يا فندم رب وشرف ربنا يخليك لدرجه ان انا كنت كنت عشان اخد تليفونك بس كان مش معاهم لا انا تحت امر حضرتك طبعا قديم من الكنترول هيديهولك بسهوله جدا الناس على فكره الكنترول وصحة والجمال متعاونه مع مع جميع العالم يا جماعه ومع الناس كلها ليه يا لو سمحت اتفضلي طيب اختي اختي حلمت اللي كانت ماشيه مع اختي التانية تمام وهي محل ملابس رايحين محل ملابس وبعدين ايوه وبعدين شافوا الفنانه ليلى عز العرب ليلى عز العرب ايوه تمام الفنانة ليلى عز العرب وبعدين الفنانة ليلى عز العرب خدت جلي وبعدين كان واسع لا خدت ايه؟ خدت منها خدت منها خدت الفنانة اه اشترت جيريه جيريه اه بس كان واسع تمام واختي قالت لها هو ممكن يتضايق شويه تمام وبعدين وبعدين اختي هناء لبست فستان لونه اخضر في ابيض الله وكان بكومه تمام أختك فاخت لها مبروك عليك الله ده الحلم الاولاني حضرتك إيه اختك إخ 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 دي لسه أنيسة ما اتجوزتش لا لسه أنيسة ايوه طب الحمد لله احنا كده ماشيين صح طيب عبالك عبالك دا عبالك دا المنام ده الاول بس عشان ايه ابو يحيى يعني ذكرته ذاكرته ضعيفه شويه لا حضرتك يا فندم اولا انا بشكرك اللي انت متابعه الصحه والجمال وشفت منام واشكرك قوي 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 ان انت يعني يعني بتمدحي كده فينا ودون يعني شرف لنا والله العظيم وربنا يبارك لك يا رب أختك أنسة وتشوف نفسها إن هي مع اسمها عز العرب وفنانة اسمها مي عز العرب بص ليلى ليلى عز العرب الله اسم جميل جدا أختك لما تلاقي فستان بكم وكامل واخضر ده عريس جاي لها في الطريق هيكون ذو دين إنسان صاحب دين ودين قوي جدا مش أي كلام ربنا هيفرحها قوي قوي بشريها وقولي لها ابو يحيى بقول لك الف مبروك مقدما بعريس من اهل الدين من من اهل الخير هيريح قلبها هيعيشها في في سعاده وكرم ليه لان الفستان اخضر بحب اللون الاخضر في المنام يا جماعه ليلى عز ليلى ليلى عز العرب ليلى عز العرب ليلى هنا اسم جميل جدا جدا وفنانة مشهورة على فكرة انا بحب المشاهير جدا في المنام لما حد يشوفهم ويعز ان ربنا سبحانه وتعالى هيعزها طب هنا العرب طبعا كلتنا عرب فاكيد ان اختك ربنا هيكرمها بخير وعيشة طيبة انا ببشرها المنام جميل قوي 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 الله هو اكبر إيه وياريت إيه طالما انت حبيت تكلمينا ابقي بشرينا قريب جدا ان هي اتخطبت لراجل ذو علم وذو دين والله اعلى واعلم. طيب الحلم الثاني يا فندم اتفضلي. الخ... الحلم الثاني حضرتك اختي ف... برضو اختي الثانيه بقى حلمت اللي هي شافت والدتي الله يرحمها هي متجوزه ولا أوه. انسه؟ اللي... اللي حلمت اللي آه. حلمت الحلم ده؟ اه لا اللي حلمت الحلم ده برضو مش متجوزه هما الاثنين انسات هما الاثنين انسات تمام اتفضلي كملي. طيب. اه يا هي اختي حلمت إن هي شافت والدتها الله يرحمها بس م. كانت قاعدة على الأرض وبعدين قالت لها أجيب لك كرسي قالت لها أه فدتها الكرسي الله فأنا حضرتك تاني يوم لقيت نفسي واقفة في القبر بتاع والدي ووالدتي وإخواتي الله يرحمهم وكان شكله جميل ومنوع طب يلا خير وحاولي تتصلي بيني يا أستاذة نادية شرف لنا إن أنت تكلمينا المنام حتى جميل جدا برغم إن هو ما اكتملش وطبعا ما اقدرش افسره ايه, إيه, إيه الا لما بيكتمل بس انا بقى اعبرهولك دلوقتي ان دوام برضك ايضا امر جميل جدا جدا ولكن بص يا استاذه ناديه ان انت تقفي في في المقابر او حوش المقابر بتاعكم وشكله جميل ده جماله للاموات لاهلك ده جماله و و وحاله لاهل الاموات وسكانه فهنا ده فهنا دليل على الخير لهم والفرح وانا ببشرك بالامن والامان بس في عندك شويه قلق صغيرين او بعض الهموم شايلاهم هيروحوا عنك والله اعلى واعلم، معانا اتصال تاني معانا اتصال ام محمد. السلام عليكم الشيخ مح... الشيخ ابو يحيى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ست محمد؟ ازي حضرتك؟ تحت امر حضرتك اتفضلي. عندي حلم الله يخليك. اتفضلي قولي الاول. أول حلم حلمت والدي المتوفي آه عايش ورح ي ورايحين ندفنوه وهو حي كده لا لحظة هو, عاي... هو عايش ولا متوفي؟ لا لا هو متوفي الله وحلمته عايش وحلمته عايش اه ورايحين ندفنوه وهو حي كده وأنا ببكي عليه طيب تمام ده أول حلم طيب تمام أنا عايز أسألك سؤال يا ست أم محمد أنت عندك بعض المشاكل أو الدنيا مش مظبطة معاكي؟ اه بالظبط كده ربنا يفكها عليك يا رب وكل أمين. اللي سمعنا يدعى اللي ست ام محمد ان ربنا يفكها عليها وعلى كل متضايق وعلى كل مكروب يا رب العالمين هات منامك الثاني الثاني احلمت انا دخلت محل ذهب واشتريت لابني كده واشتريت لابني ذهب وطلعت بالفاتوره كتبها لي السايغ الفاتوره وطلعت ثاني ودخلت اشتريت تاني وكتب لي فاتوره وطلعت ثالث ودخلت واشتريت مره ثالثه وكتب لي برضه الفاتوره انت معك فلوس بقى ام محمد نعم انت معاكي فلوس ربنا يعلم والله يا ربنا يرزقك ويفرحك وضحكتك حلوه ويا رب يا رب يجعل دايما الابتسامه والضحكه دي على وشك منوره على طول يا ست ام محمد بس طمني بالحلم ده يا ابني طمني بس ابنك لسه ما اتجوزش صح لا لا لسه اه يلا دوري له دوري له على عروسه حلوه يا ست ام محمد واخطبي له علشان المنام بيبين ان شاء الله ان ربنا هيكرمك وهتخطبي له وتجوزيه وتشوفي جوازه وليلته هتبقى جميله جدا هتفرحي بيها قوي 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 وهتسعدي قوي لدرجه ان ربنا هيكرمك بزوجه تريح قلبك تيجي البيت تملى عليكم البيت هنا وسرور وفرح وامن وامان ما شاء الله عليكي ربنا هيفكها عليكي تخش محل مجوهرات او ذهب وتكتبي فاتوره دليل على قضاء امر لحضرتك دليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك بفرحه وبخير قادمه عليك في بيتك والله اعلى واعلم شرفتينا يا ست ام محمد طيب احنا في حلم تاني؟ ايوه ما هو الحلم الاولاني بتاع ابوها طبعا ده دليل على ان هو حي وهيدفنوه حي، بصوا يا جماعه الميت اذا راه احد في المنام حي فهو قد مات على الشهاده، يعني احياء عند ربهم يرزقون اللي يشوف ميت في المنام يا جماعه حي اعرف على طول ان هو كان ميت على شهاده ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه في قبره في حال طيب، طب هياخدوه وعايزين يدفنوه تاني، ده دليل على وطبعا هو اصر ان انا اعبر المنام بس قلت له انت عندك شويه مشاكل معلش يدفنوه حي هو شويه مشاكل، بس ربنا سبحانه وتعالى هيزيلهم عنك وهيبعدهم عنك ان شاء الله والله اعلى واعلم انا بحب ابشر بالخير زي ما سيدنا النبي قال، ربنا يبشركوا يا رب، معانا اتصال تاني معانا اتصال الاستاذه ندى؟ أهلا السلام عليك. عليكم. السلام يا استاذه ندى، أهلا بحضرتك. أهلا حضرتك بس أنا كان عندي حلم، حلم اللي أنا حلمت إن في افعى لدغتني من صباعي. أي صابع يا أستاذة ندى؟ نعم. أي صابع؟ الشمال أم اليمين؟ ألو. يا أستاذة أنا سامعك، الحية اللي لدغتك في صابعك. ايدك الشمال ايدك الشمال ولا اليمين؟ اه, آه من صباع الشمال كده اه في ايدي وحلمت كمان ان انا وفي حلم تاني كمان اقول لحضرتك عليه طب استنيني انت ال 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 الافعى او الثعبان لسعك في ايدك او صبعك الشمال صح كده؟ اه طب هسالك طبعي. سؤالين عشان نقدر نعبر المنام دول هل حصل مشكله ما بينك وبين حد من اخواتك او شغل او او حصل لك مشكله في اكل عيشك او رزقك؟ حضرتك وفي حاجه كمان برضه شفت نفس حلم برضه <applause> طب رد عليا طيب لا ما فيش اي حاجه من دي ما فيش اي حاجه من دي ما طيب ما فيش حاجه من دي كنت اتمنى ان يكون في حاجه من دي طب اسمعيني يا استاذه ندى عايزة اقول على حاجه مهمه جدا أي. انت اتمنى من حضرتك قبل ما تنامي تقراي اية الكرسي اول حاجه سوره الفاتحه اية الكرسي والاخلاص والمعوذات بعد اذن حضرتك تمام يا فندم تمام هاتي منامك الثاني ما انا مستني ان انا حلمت ان في فرين واحد كبير وطفل صغير ودخلت في دلسة الدولار بتاع اوضه في, في ايه يا فندم مسي... في ايه؟ ده اخويا اخويا الكبير اخذتهم اه فقرين طب ك... كملي كملي وحلمت برضو في حلم تاني برضه ده تعبان اسود هو داخل البيت وانا خارجه منه يا استاذه يا استاذه الفاضله يعني انت دلوقتي الحلم الثاني ودخلتنا في حلم كمان ما تلخبطناش انت بتقولي ان انت شفتي فارين دخلوا فين؟ في ضلفه هدومك طب في انت ح... ح... في, ح... ح... في ضلفه هدومك صح كده؟ اه انت حضرتك متزوجه ولا انسه؟ اه متزوجه وعندها اولاد اوعي تقفلي صلى على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الفارين هنا يا جماعه خلوكوا كلكم كده لازم تسمعوني الفئران احيانا بيقولوا عليهم فقر واحيانا بيقولوا عليهم عدو تمام كده واحيانا انا لما بشوف الفار في المنام في البيت انا بقول ما شاء الله الله هو اكبر رزق داخل طب ليه يا ابو يحيى لان الفار ما يخشش بيت ما فيهوش اكل وشرب يكون في اكل ويكون في خير لانه عشان ياكل ويشرب لان لو ما فيش خير واكل وشرب هيموت انما بيخش في المكان اللي بيشم ريحته في اكل وشرب بس هنا دخل الدولاب يا الله السد الفاضله يا استاذه الفاضله انت حضرتك في حد من اصدقائك او معارفك ممكن تتكلمي معاه او حبايبك ممكن تتكلمي معاه عن امورك الشخصيه عن امورك اللي هي الخاصه قوي طيب للاسف هي فصلت هتسمعيني جيدا قوي يا اخت الفاضله علشان فارين يخشوا في بيتك وفي الدولاب هنا الدولاب يا جماعه انا بقول عليه ان هو حال الانسان واسراره في اكله اكل ايه يا عم اه في اكله فيه لبسه في كل اسراره طب اكله زي ابو يحيى ما في فلوس اروح اشتري بيها الطعام والرزق وكل حاجه وساعات ممكن أحط في الدولاب حاجات مهمه جدا جدا طيب هنا لما الفران دخلوا جوه الدولاب دول دليل على ان في اتنين بقول لخل بقول لك خلي بالك منهم عرفوا اسرارك وعرفوا الاسرار المهمه قوي اللي ما حدش يقدر يعرفها الا انت وجوزك فخلي بالك واحذري طيب تحذر ازاي يا ابو يحيى اذا كنت بتكلمي حد من اصدقائك او معارفك وظن ان هم حبايبك لا ربنا بيقول لك خلي بالك هم فران هم اعداء بياخدوا منك ويخزنوا في يوم من الايام هوب يديك طلقه او يدوك خبطه جامده ما تتوقعهاش فكله يخلي باله ما يقولش اسراره لاي حد النهارده حافظ على اسرارك حافظ على اسرارك هتعيش في هنا وسرور وهتعيش كويسه جدا جدا والله اعلى واعلم طيب معانا اتصال تاني طيب معانا اتصال الاستاذه امان وللاسف الاستاذ امان انقطع الاتصال بتاعه عودي تاني عشان نسمعك ونسمع منامك طيب هنتكلم تاني عن رؤيه الزيت وكنت بقول اذا راى منكم احد وكان مريضا او مهموما او به ضيق وكان يرى في المنام انه يدلج جسده بالزيت زيت طعام او زيت زيتون فده دليل على الشفاء دليل على البركه دليل على الخير كمان الانسان لو شاف في المنام ان هو بيشرب زيت قلت كده اللي بيشرب زيت ممكن يكون عنده سحر بس لازم اسال الاول صاحب المنام هل لخبطه في حياته هل تعبان هل في ضيق ما عندوش الكلام دون فبقوله على طول ابشر يا حبيبي بالصحه والقوه والطمأنينة والمال الجاي في الطريق طيب هنا كمان ايه يا ابو يحيى الزيت بيدل على ايه الزيت الزيت بيدل على الرزق الوفير جدا جدا لدرجه يقال ابن سيرين من راى منكم مقدار من الزيت في بيته بهذا المقدار بمقامه يعني مثلا شفت كوب زي ده شفت إزازة كبيرة شفت مقدار كبير ده دليل على الفرج اللي جاي هيكون كتير قوي 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 بيخش في هذا النمط كمان اللي هو السمن السمن البلدي السمن حتى السمن اللي هو النباتين اللي هو العادي جدا ده بيدل برضك على الخير والرزق والفرج اللي بيجي في الطريق حتى القشطة كمان بتدل على الفرج وعلى الخير قوي 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 طيب هنا أنا بخاف من سكب الزيت على الأرض يعني ايه؟ يعني لو شفت الزيت وقع على الارض ايه الاشاره دي؟ اه كتير مننا بيشوفهم ان ممكن الزيت يقع على الارض، ده دليل على طول ان بقول لصاحب المنام ما تضيعش وقتك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عندك وقت بتضيعه في امور مش جيده، مش كويسه، بتضيع حياتك في امور في هباء، فخلي بالك اصحى فوق امورك اهتم بها، الوقت عندك مهم جدا لازم تستفاد بيه، لازم تنتفع بيه. ثانيا المرأة المتزوجة ويا رب طبعا كله يسمعني ويفهمني المرأة المتزوجة أحيانا ممكن لو لو رأت في المنام زيت وقع على الأرض ده بيدلل على إيه؟ طبعا ممكن مفسر تاني يقول ده في خير أو كذا أو مش عارف إيه وكلام من ده لا أنا بقول على طول للمرأة المتزوجة إذا رأت في المنام أو منامها أن الزيت يسكب على الأرض منها فهذا دليل على إسرافها في المال دليل على إسراف في المال دليل على ان هي بتضيع مالها هنا وهنا وهنا هباء ما بينفعش اللي هي بتعمله فده دليل على ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلي بالك من مالك خلي بالك من مال جوزك خلي بالك من الخير اللي عندك ما تضيعهوش لما تشوفي في المنام ان الزيت بيقع على الارض البنت العزباء اذا رات في المنام زيت طيب الزيت هنا ممكن يصنف زيت طعام وزيت شعر الله الله لو البنت العزباء رأت في المنام طب ما تيجي نصلي على سيدنا النبي الاول كده علشان اقول لكم البنت العزباء واكيد كله دلوقتي القعد اللي متجوز عايز يعرف ايه لما يدهن تدهن شعرها زيت صلوا على النبي الاول عشان اقول لكم وافرحكم ونصلي على سيدنا النبي الاول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله طيب البنت العزباء اللي ما اتجوزتش وشافت نفسها ان هي بتدهن شعرها زيت زيت, زيت زيتون زيت اللي هو بيدينوله الشعر ده ده دليل على تيسير الامور عندها. تيسير دليل على الخير وعلى الفرج وعلى قرب زواج البنت ديا. دي. يا الله ليه؟ طبعا لان البنت بتيجي في جوازها بتهتم قوي 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 ان هي تظبط شعرها، ان هي تحط الزيت، تحط الدهن، تحط حاجات يعني تفرحها وتخلي شعرها ناعم جدا، فده دليل على طول العمر وعلى تيسير الحال. معانا اتصال؟ طيب معانا اتصال ام احمد بن الفيوم. الو <applause> الو سلام عليكم ابو ايه ازيك اهلا بحضرتك عامل ايه والله العظيم بخير قول لك قولي إيه لي تحت امرك <applause> في شخص بقى شاف نفسه اه واحد عمل ايه رفع على السلاح وعايز يضرب على النار واحد شاف ان حد بيرفع عليه السلاح ايوه عايز يضرب بيضرب على النار وهو مش عارف ولا عارف المكان اللي هو فيه يا ساتر يا رب تمام بس استنى هو بقى بيحاول يضربه هو بس انا مش عارف مش عارف يضربه لا تاني كده عايز يضرب يعني اه عايز يضربه مين اللي عايز يضربه آه. للشخص دون؟ الشخص عايز يضرب واحد بس هو هو مش عارف هو اللي شاف مش عارف يا ست يا ست ام احمد مين مين اللي شاف المنام؟ آه ابني ابنك عنده كام سنة؟ بينشر على العل... عايز يضرب هو مش عارف يضرب مش طايل مش عارف يضربه اه طب هو عنده كام سنة ابنك ربنا يخليهولك يا رب؟ عنده 35 سنة متجوز هو؟ لا لا يا رب تفرحي بيه يا رب الله يخليه هو بقى بنفسه عايز وهيتكلم عايز عايز طوله مش عارف مش عارف يضربه طيب تمام اسمع... اسمعيني من التلفزيون افصل لك منامك ان شاء الله الست ام احمد الست الجميله اللي من الفيوم واهل الفيوم والجمال بتاع الفيوم ومصر كلها الجميله بتقول لي ان ابنها في حد عايز يضربه او حد عايز يضربه وهو مش عارف يضربه بصوا يا ست ام احمد احيانا هنا الضارب والمضروب الفاعل والمفعول طب الضرب هنا انا باجي اضرب بضربه تعرفي ان في شخص ما بيحبش ابنك وعايز مثلا يتكلم عليه بكلام سيء او بيتكلم عليه بامور مش طيبه ولكن هنا ايه هو مش عارف يضربه يعني مش عارف المقابل ان هو ايه يطوله او يضربه فده دليل على استفاده ابنك منه ليه لان الضارب والمضروب هنا المضروب بيستفاد من الضارب لان لما باجي اضرب واحد انا بضربه اهو بضربه بضربه بالرغم ان في الحقيقه لما باجي اضرب واحد جسمه بيوجعه تمام كده بيتالم لا في المنام يعكس الامر يعكس الامر ازاي ان اللي ضرب هنا بيستفاد يعني هنا لو ابنك ليه عدو ابنك هنا ليه حد مضايقه هيستفاد منه ان شاء الله بس بقوله يخلي باله من واحد ممكن يتكلم عليه بامور مش طيبه واحد ما بيحبهوش واحد عايز يضايقه شويه والله اعلى واعلم ربنا يفرحك بيها يا ست ام وتفرحي بيه قريب قوي قوي طيب انا يا جماعه هخرج عن نص الزيت وابشركم بحاجه جميله جدا حصلت معايا امس بالامس انا كنت بتواصل وكانت اخت كريمه تواصلت معايا على القناه وقالت لي يا ابو يحيى انا في كذا وكذا وكذا فدايما انا كنت بحب ان انا ايه اقول للانسان اللي هو بقاله فتره كبيره ما انجبش او الدنيا ملخبطه معاه في السحر طيب معانا اتصال واكمل لكم ان شاء الله معانا الاستاذه عزيزه يا فندم ازيك يا فندم الحمد لله أنا يا فندم انا حلمت بوالدي ميت والدك ميت اه يعني هو في الحقيقه ميت لابس جلابيه سمراء يا استاذه عزيزه ايوه يا فندم لابس جلابيه سمراء لا هو في الحقيقه ميت ولا 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 عايش لا ميت يا فندم الله يرحمه ويحسن اليه يا رب امين يا رب العالمين ده أه 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 كنت مجايبه عيل فقال لي هاتيه اديته له وباسه تاني بس كده؟ اه يا فندم هو راضي عني ولا انا كنت هو ميت اساسا زعلان بس هو لابس جلابيه سمراء يا استاذه عزيزه في المنام؟ اه يا فندم وفوق منه شجره خضراء الله وجايب لك عيل اه وانا اللي مديله العيل بيقول لي هاتي بوسي وخديه تاني تمام تمام يعني هو اداهولك و... تاني زي زيت هو في الصحراء هو تمام. في الصحراء يا استاذه إيه عزيزه يا استاذه عزيزه بعد اذن حضرتك طبعاً. انت طبعا متزوجه وعندك اولاد اه يا فندم يا رب يخليهولك يا رب ويفرحك بس بعد اذن طبعاً. حضرتك انت انت بتعاني من ايه ايه اللي مضايقك في عيشتك او في حياتك دلوقتي ظروف آه، ظ... ظروف مع جوزك ظروف مع أوه. جوزك صح؟ أوه. أوه. لا اسمعيني اصبري شويه أوه. يا ست عزيزه يا, يا كل المتجوزين اصبروا على اجوازكم يا جماعه طب اسمعيني من التلفزيون يا ست عزيزه يا ست عزيزه يا اختي يا كريمه يا بنت الناس القرمه يا كل اللي سامعيني النهارده يا جماعه بيحصل مشاكل كتير جدا للازواج وبسرعه جدا طلقني بسرعة جدا مش عايز اعيش معاك على اهيه في الاسباب وجوزها بيبقى تعبان وجاي من الشغل حاجه هايفه مع حماتها تعمل مشكله، الاستاذه عزيزه ابوها لابس اسمر يا خبر ابيض تعرفوا ان اشاره لبس الاسمر للميت دي مصيبه؟ حاجه مش كويسه؟ على طول المفسر يقول لك ده الميت في حال وحش يا عم استنى ما تفسرش الميت مش في حال وحش، اسال صاحبه المنام اللي شافت المنام ما هو لابس اللبس ده حزين عليها زعلان عليها من اللي بيحصل لها او زعلان من اللي هي ممكن بتفكر فيه لا ممكن هنا هو ايه هو خد منك الولد واداهولك تاني الولد في المنام احيانا بيدل... بيدلل على العدو يا جماعه تمام كده طيب هنا خده واداهولها ده دليل على ان هي احيانا تبقى كويسه واحيانا تبقى مش كويسه متقلبه ولكن انا مش عايز على طول اي مشكله تحصل على طول اقول أطلق او كلام من ده ونخرب البيوت وفي الاخر اللي بيتعب وبيشيل الهم الاطفال اللي بتبقى موجوده يا ست عزيزه اصبري على جوزك يا ست عزيزه بابا جاي على فكره انت بتقولي هو راضي عني لا هو بصي راضي ان شاء الله وكل حاجه بس هو جاي زعلان علشانك على من اللي بيحصل لك واصبري اصبري شوفي ايه اللي, اللي, اللي تقدري تعمليه في بيتك وتتلاشي غضب جوزك او تتلاشي المشاكل ابعدي متضايق خش اوضه تانية ما تقفش في قدام جوز ما تقفش قدام جوزك يا جماعه بعد اذن حضراتكم انا بيكلمني مئات ولفات قالوا يا ابو يحيى انا طلقت بحاجات عشان حاجه هايفه انا مخصمه جوزي انا كذا والله لسه مكلم واحده مبارح قعدت اقول لها اهدي ما تطلقيش اوعي تطلقي يا جماعه هدف الشيطان النهارده هدفه الاساسي الطلاق بيفرق العائلات بيفرق الارحام مش عايز بني ادم يكبر يكترم هو ده هدفه لما بيجي شيطان يقول له أنا عملت كذا وكذا وكذا تعال على جنب التاني يقول له ده أنا طلقت واحدة من جوزها تعال يا حبيبي ألبسك التاج بيفرح قوي فهنا يا جماعة حاولوا بقدر الإمكان امسكوا أعصابكم بابا جاي لك زعلان علشانك وإن شاء الله في فرج جاي لك إن شاء الله وخير كبير قوي 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 والله أعلى وأعلم طيب الأخت الكريمة اللي أنا كنت هكلمكم عنها بتقول لي إيه في اتصال بالأمس أنا كنت بقول لها أنت كان بتعاني من سحر وضيق والدنيا ملخبطه معاكم والدنيا بايظه معاكم قوي 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 فكنت بامر بالصدقه مش بامر يعني كنت بإيه بدل على الخير واللي يعمل يعمل ما نعملش ما عملش. بس ربنا سبحانه وتعالى كريم بيحب الصدقه فقمت بقول لها ايه اعملي صدقه فممكن تتبعي خروف علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الولد علشان ربنا سبحانه وتعالى يديك الذريه الصالحه ما هو انت صرفت كتير عند الدكاتره الوفات مؤلفه ومئات الالوف وما حصلش حاجه صح ولا ما صحش؟ قالت لي فعلاً دبحت، قالت لي الدنيا حلوة معايا جداً جداً، ربنا هيرزقها إن شاء الله. الأخت بالأمس بتقول لي عندي سحر والدنيا ملخبطة معايا وبابا في الكويت والدنيا يعني لخبطة. بتقول لي أنا وبنتي رقيقة كده ما شاء الله عليها آنسة وأهلها ناس بيصلوا وعارفين ربنا، فقلت لها من 10 أيام بعد إذن حضرتك ممكن تجيبي خروف وتدبحيه في بيتكم طالما أنتوا حاسين بالسحر. طيب معانا اتصال تاني وهكملكم. طيب معانا اتصال سحر من الفيوم اهلا وسهلا ازيك يا استاذه سحر اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك انا اه يعني تقريبا الحلم ده بيتكرر معايا على طول طيب يا استاذة سحر على صوتك عشان اسمعك طالما الحلم بيتكرر يبقى اشارة من رب العالمين. بص يا حضرتك انا متزوجة داخلة على 15 سنة. الله اكبر ما شاء الله. يا رب يهنيكي عاوز الاتصال تاني لازم اسمعك طالما الحلم بيتكرر معاكي. طيب الاخت الكريمه قلت لها اذبحي خروف والدنيا هتبقى حلوه معاكم فقالت له والله يا شيخ انا عندي سحر وبابا والدنيا عندنا ملخبطه جامد أو مش عارفين نعمل حاجه برغم ان احنا كنا أغنية الدنيا بدات بدات تبوظ معانا خالص فقلت لها اكيد طبعا انت رحت للدجال ورحت للمشعوذ وقال لك مثلا ايه اعملي كذا وقال لك اعملي كذا وضحك عليكم وجاب لكم شويه ميه ورشوهم وخد قرشين وقرشين من هنا وقرشين من هنا، فقالت لي يا سبحان الله عرفت منين؟ قلت لها طبعا انت بتعاني اكيد ان انت هتروحي، قالت انا صرفت فلوس كتير. قلت لها طب انت رحتي مع العباد اللي هم الدجالين اللي مش عاوزين الكذابين ما يلا تروحي لربنا. قالت ازاي؟ ممكن تقول لي؟ قلت لها بص يا ستي ممكن حضرتك تجيبي خروف او معزه تذبحيه في المكان اللي انتوا حاسين فيه بلخبطه عندكم في البيت او الدنيا اللي ملخبطه معاك وتتبحي وانت بتتبحي كده تقف قدام الخروف والدم بينزل كده اضحيه او فداء لرب العالمين وتتبحيه وتقول يا رب اصرف عنا ما نحن فيه يا رب اصرف عنا ما نحن فيه بس طبعا هاتي حاجة حلوة لان ربنا بيحب الحاجة القيمة لان ربنا جميل وكريم فقامت الست لقيتها بترن علي امبارح وتقول لي يا ابو يحيى انا جبت خروف ودبحناه زي ما انت قلت لي قلت لها تمام الف مبروك فرقتيه على المساكين والفقراء والايتام قالت لي فعلا قلت لها مش كل واحد قاعد في الشارع فقير فقير ومسكين ياخد لا روح دوري في البيوت اللي هم الناس لابسين نظيف ومش لاقين ياكلوا في موظفين غلابه ومساكين روح البيت خبط عليه ادي قالت انا عملت كده زي ما انت قلت لي يا ابو يحيى ولكن مفاجاه يا ابو يحيى قلت لها فرحيني انا كنت مستني المفاجاه قالت لي لقيت في المنام هاتف بيقول لي إن الله سبحانه وتعالى تقبل منك هذا الفدو والله العظيم هذا حصل أنا طبعا بكرر عمر ما أقدر أكذب في المنام لأن سيدنا النبي قال على كاذب المنام يأتي يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى ويأتي له بشعيرتين حبيتين شعير صغيرين كده يقول له إيه يا كاذب المنام اعقدهم في بعضهم يعني اربطهم وده كان وده نوع من العذاب اللي بيكذب على الله في المنام فهنا لقيتها بتقول لي إيه بتقول لي لقيت هاتف جاي لي بيقول ان ربنا تقبل منك الاضحيه او الفادو الله اكبر بجد يا جماعه جسم اشعر يا رب العالمين ايه الجمال والحلاوه دي الصحراء النهارده ما لهمش قيمه الصدقه هي اللي لها قيمه الشغل مع ربنا هو اللي ليه قيمه اسمعوا المفاجاه يا جماعه لقيتها بتقول لي تاني يوم يا ابو يحيى شفت دون بعد ما بعد ما درحت. تاني يوم لقيت في نفس الهاتف بيقول لها عايزين كمان واحد لله وفي اشاره تانية مش هقدر اقولها علشان طبعا دي اسرار والله يا جماعه لقيتها بتقول لي تاني يوم لقيت في اشاره تانية بقول لها نريد منك كمان واحد الله هو اكبر قلت لها فورا اتبحي رب العالمين بيحبك عايز كده معانا اتصال معانا اتصال ام احمد ازاي حضرتك ازيك يا ام احمد اه الحمد لله والله يا شيخ الشيخ انا في حلمين نعم عايز اقولهم لحضرتك اول حلم اللي انا كنت بحلم ان انا ماشيه في شارع تمام لقيت نفسي بغرس في, في الطين انت ماشيه في الشارع اه ولقيت نفسي عماله اغرس في الطينه في الطينه لغايه ما طلعت ايه منها وسميتني ماشيه تمام طب يا ام احمد شكرا لحضرتك بس يا ريت تعاود اتصال تاني بس طبعا المشي في الطين ده طبعا مش كويس يا رب يفك عنك ما انت فيه من هم او نكد كنت اتمنى ان انا اسمع منامك لان احيانا برضو ممكن نعبر المشي في الطين او اللبخ بامور سيئه بلخبطه في حياه الانسان ولكن افرض انسان ما عندوش حاجه ممكن الطين هنا يؤدي الرزق لان الانسان مخلوق من الطين ممكن يكون خير وبركه عاود الاتصال تاني عشان اسمعك يا ست ام احمد ولازم اسمعك وعاود الاتصال طيب هنا انا بقول لقيت البنت بتقول لي احنا عايزين منك خروف تاني رب العالمين بيقولها كده أنا بجد في رحلة يا جماعة حسيت اللي أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ممشيني صح إن الصدقة إن الخير إن لما أشتغل مع ربنا هينجيني من كل المهالك يا من تشتكي من من قلة الرزق اذهب إلى الله واشتكي إلى الله يا من تشتكي قلة الخلفة اذهب إلى الله ما تروحوش لدجالين ولا مش عاوزين الله أكبر والمفاجاه الثالثه لقيتها بتقول لي شفتي تلات منامات ماما شافت في المنام بعد ما ذبحنا الخروف والهاتف جه طلب مني خروف اذبح تاني خروف تاني بتقول لها يا بنتي انا شفت في المنام لقيت في الدولاب بتاعنا فيران ميته ثعابين ميته كلب ميت انا بقول بالظبط الكلام ده كان بالامس قلت لها الله اكبر ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي في ايه يا ابو يحيى لان الشيطان واهل السحر بيتمثلوا في ايه في الفئران في الثعابين في الكلاب فهنا دول ماتوا ولكن قالت لي لسه في حاجه بسيطه قمت ضاحك وقلت لها عشان كده ربنا طلب منك الخروف الثاني الفدوي الثاني بسرعه قالت لي فورا يا ابو يحيى ان شاء الله هعمل كده قلت الله والله يا رحمن يا رحيم انت كريم قوي الجاؤوا الى الله سبحانه وتعالى يا جماعه روحوا لربنا مفيش الا هو يا ما اشتكيتوا للعباد طيب معانا اتصال معانا اتصال ام محمد ما شاء الله ام محمدات كتير السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قولي حضرتك اخت حلمة والدي المتوفي جهز الحلم وشافته شافته بيد ابني الكبير حاجه بس مش عارفه ايه هي دي وقالت وقالت وقال, وقال مروان جاي بس الكمين حجزه الكمين على ابني الثاني تمام معايا حضرتك معاكي بس كده يا شيخ طيب ابنك اللي هو كمان حجزه ايه اخباره دلوقتي بيعاني من ايه والدنيا ملخبطه معاه والله هو خلص يعني واخد كليه وخلص وخلص جيش وكده وما فيش شغل لا هاي. يا ربنا يا رب يفرحه يا رب ان شاء الله ادعي له قولي له قول يا, يا الله. الله يدعي ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليه ابنك الثاني اللي هو الماي جاي وديله حاجه في ايديه وانتم مش عارفين اسمعني من التلفزيون طيب الست ام محمد ربنا يبارك في اولادها ويبارك فيها يا رب ويبارك في كل نساء المسلمين واخواتنا وامهاتنا انا بقول لها الميت جاي يدي لابنك حاجه في ايديه بس هو مش عارف طيب هيعرفها قريب طب هيعرفها ازاي يا ابو يحيى؟ هيعرفها علشان الميت لما بيجي يدي الحي وعطيته بتبقى عطيه حلوه قوي أو قوي بيبقى فيها خير وبيبقى فيها فرج وبيبقى فيها فرح ليه؟ لان الميت وانا قلت تكرارا كتير قوي 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 ما يجيش يعمل حاجه الا باذن من الرحمن الرحيم لان هي روح في عالم البرزخ، طبعا الجسد انتهى ولكن الروح لا تنتهي ابدا والروح هنا الله سبحانه وتعالى يامرها تفعل كذا وكذا وكذا لاهلها، تفرح لاهلها وتحزن لاهلها، هنا لما الميت يض يعطي لابنك حاجه في ايديه يلا عطيه جميله، ربنا بيقول له هبشرك بالخير في فرج جاي لك في الطريق سيدنا النبي قال بشروهم جم... بشروهم بالخير عليه افضل الصلاه والسلام يا رسول الله طيب هنا يا جماعه هرجع تاني لرؤيه الزيت وبقول هنا البنت العزباء لو شافت نفسها بتدهن او بتحط على شعرها زيت ولما فردت الزيت او حطته على شعرها هنا بدا تسرحه ينزل معاها بسهوله ويطول وينعم يا الله هنا انا بقول لها رزق جاي فرج جاي تيسير الامور الخير كله جاي لك مع طول العمر لان الشعر هنا لما يتحط عليه الزيت تيسير امر بركه خل البنت قومي افرحي على طول وهنائي ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك بالخير الزيت في المنام يا جماعه بيدل على الاموال الكثيره جدا طيب بيدل للمراه الحامل على ايه يقال ان المراه الحامل ويا رب يا رب يقوم كل حوامل اخواتنا واهلينا بامن وامان وبسلامه يا رب العالمين. فبيقول ايه بقى؟ علماء التفسير في هذا الامر الزيت لما المراه الحامل المتزوجه تشوف ان 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 الزيت في بيتها او بتشرب زيت او بتاكل زيت وهي حامل. ربنا بيبشرها بتيسير الولاده وتسهيلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها هتقومي بالف سلامه. هتقومي بامن وامان. ربنا بيقول لها أنا بطمنك على جنينك وهو في بطنك وهو لما يخرج للدنيا يا الله إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبشرنا به؟ لا مش كده كمان ده بيدلل أحيانًا على الذكور يعني المرأة الحامل الحامل أو الشخص اللي بيشوف هو متزوج ونفسه ينجب ده دليل على تيسير أمور له وعلى دليل على ذريته هتكون كتير أوي 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 من الذكور والله أعلى وأعلم الزيت في المنام مال الزيت في المنام بركه الزيت في المنام خير طب هنا ابو يحيى انت اتكلمت على الزيت كتير قوي بفرج وخير هل ملهوش حاجات يعني غير محموده اه في اللي هو الزيت الحامض يعني ايه الزيت الحامض الزيت اللي هو اللي بايظ الخسران ده دليل على ان انا ممكن يحصل لي بعض المشاكل في اكل عيشي في رزقي ممكن مشاكل في بيتي ده الاشاره دي ما بتحمدش على طول طبعا انا ما بشوفها على طول لازم اقوم من النوم بتاعي وادخل على يساري ثلاث مرات ولا احدث هذا المنام لاحد لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تحدثوا به احد فلا يضركم ولا ينفعكم فطبعا ما تحدثوش به احد علشان ما يقعش ويحصل ذبذبه ويحصل شويه تعب طيب ايه تاني اللي ممكن الزيت اخاف منه قلت لكم طبعا لما يسكب الزيت على الارض او يقع على الارض لما الزيت هنا اخش البيت ما زيت في بيتي طب نرجع تاني وف... طب معانا اتصال معانا اتصال استاذ امان استاذ امان للاسف انقطع الاتصال يا ريت تعودي تاني يا استاذ امان عشان نسمعك طيب هنا الزيت ايه تاني لما اكون اشوفه في المنام اخاف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رؤيه الزيت لما تكون لها الوان مش الوانها الطبيعيه طبعا احنا عارفين ان الالوان في الزيوت اللي هي الزيتون بتبقى خضراء في الزيوت الثانيه بتبقى صفراء لما الاقي الزيت بيتحول للون اخضر ايه الاشاره الغريبه دي اللي لون احمر ايه الاشاره الغريبه دي على طول هنا بيدلل على ان صاحب المنام عنده بعض المشاكل في اكل عيشه في رزقه يشوف يقوم على طول يدعي ربنا يرفع ايده رب العالمين ويقول يا رب نجيني يا رب اسطرها معايا يا رب العالمين رؤيه الزيت في المنام يا جماعه لها بشريات ولها طبعا دلائل غير محموده طيب الانسان اللي بيشوف في المنام إنه هو رايح عند بقال او رايح عند اي حد وبيشتري زيت انا بقول هنا ان الزيت واللي هو بيشتريه دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في خير جاي لك في الطريق في رزق جاي لك في الطريق بمقدار ما اشتريت بمقدار الرزق اللي جاي لك بمقدار المال اللي جاي لك بمقدار الخير اللي جاي لك. طيب معانا اتصال؟ معانا ام احمد رجعت لنا تاني، اهلا يا محمد. ام احمد ايوه حضرتك طب ما قلت لك على الحلم الاولاني اللي هو الطين و... واللي انا على طول بيجي لي على طول في الحلم كلاب أنا ماشيه في الشارع وفي كلاب اه اه ده ده الحلم الاولاني طب ي... 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 يا يا ام احمد محمد. انت بتصلي يا فندم؟ يا ست ام احمد طب حضرتك اقفلي التلفزيون واسمعاني من الهاتف ايوه سامعاني انت حضرتك بتصلي؟ اه طبعا بصلي وبصلي الفجر حاضر ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك انت حضرتك بتشوف ان انت ان انت ماشيه في الطين وفي كلاب اه حضرتك متزوجه متجوزه ومعايا خمس ايام طب اخبارك ايه والدنيا عامله معاكي ايه هل يا هل يا رب ادي از... لا بصراحه فضلت دي الثاني جوازه ليا طب ماشي الله يسهل الاولاني ويسعدك مع الثاني ايه اخباره برضه كويس بصراحه إيه؟ كويس معايا وشايل عيالي الثلاثه يعني انا معايا ثلاثه من الاولاني هو بيربيهم لي وجايبه منه اثنين فبصراحه كويس معايا انا وعيالي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه وانت بتشوفي نفسك اللي انت ماشيه في في كلاب كتير اه يا فضيله الشيخ انا بلاقي نفسي ماشيه في وبطلع من الطينه قال متبهدله فبلاقي نفسي ماشيه في الكلاب قاعده عماله تبص لي وانا ماشيه خايفه طب انت دايما دايما امورك متلخبطه ودايما حيرانه في بعض الامور عندك؟ اه علشان انا اللي شايله مسؤوليه في البيت كلها وانا اللي بفكر وانا اللي بعمل كل حاجه لا عايزك تهدي وعايزك تستعيني بالله تمام كده؟ وعايز اطلب منك طلب مهم جدا طب قولي لي المنام تاني قولي لي المنام التاني عشان ما اعطلكيش المنام التاني حضرتك الشيخ اللي انا والدتي جات لي الصبح قال الصبح ومعاها اختي الكبيره وجوزها وجايه تقول لي يا بنت اختك عندك قلت لها لا قالت لها اصل خطيبها بقى كذا يوم يقول لها لازم تيجي فاتي معايا انت كده كده هتبقي مراتي أم امك اللي بتقول لك يا ام احمد امك اللي بتقول لك اه <applause> راحت امي طلعت لي بتقول لي يا بنت اختك بايته عندك قلت لها لا قالت لي ما جاتش بيتها من امبارح وخصوصا كان بقى له فتره يقول لها لازم تيجي تباتي معايا انت كده كده هتبقي مراتي قلت لها ماما هم لسه فاكرين يقولوا لك دلوقتي غير في المشاكل قالت لي يا عيني دي البت ما جاتش من امبارح واختك تحت هي وجوزها ببص من البلكونه لقيت حضرتك اختي عماله تبص لي ساكته وخدت بعضها ومشيت هي وجوزها لقيتها بتبص لك بتبص لك بايه يا فندم؟ بتبص لي وهي زعلانه يعني صعبان عليها تمام انا ببص بلا كون وهي عماله تبص لي صعبانه عليها وعماله تدور على بيتها تمام فانا ما ما قلت لها تعالي ولا اطلعي ولا اي حاجه خالص بعدها ومشيتي ووالدتي وجوزها صحيت من النوم على كده انت حضرتك تعرفي إيه, ايه عن اختك يا فندم بس انت تعرفي انت تعرفي كل الامور عند اختك بتتابعيها انا بصراحه انا وهي ما قاعدين بعض بقالنا ست شهور طب ليه كده ما ينفعش صله الرحم يا فندم والله ده انا ووالدتي واخواتي حتى انا بقول لوالدتي هم لسه فاكريني قالت لي يا بنتي بنتي جت وقعت اقف جنبيها في نتعة. طيب اسمع من إيه؟ اسمعيني من التلفزيون وانا هجاوبك ان شاء الله يا ست ام احمد بشكرك جدا يا ام احمد للاسف يا جماعه الست ام احمد بتشوف نفسها طبعا ان هي ماشيه في الطين وطبعا بتطلع منه وبتشوف كلاب كتير قوي 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 وفي نفس المنام الثاني ان في مشاكل معاها ومع اختها وامها والدنيا ملخبطه عندهم جامد قوي قوي طب ما هو لازم تشوف المنامات دي يا ست ام احمد صله الرحم هنا مهمه جدا جدا يا جماعه انا طبعا ربنا بيأمر بها عدم قطيعة الرحم لان قطيعة الرحم بتمنع الارزاق بتجيب مصايب كتير بتضيع خير كتير من ايدينا طيب هنا الاخت الكريمه بتدوس او بتمشي في الطين وفي كلاب كتير ده دليل على ان هي بتقول انا شايله البيت كلاته والدنيا ملخبطه معايا وانا اللي شايله حمل البيت فعلا هي ربنا يكون معاها يا رب العالمين وربنا يطلعها من اللي هي فيه ولكن بتشوف كلاب كتير ايه الكلاب دي على طول مفروض انا لما بسمع كلاب في المنام مفروض اقول ده اعداء او حد واقف لها عايز يفعل بها شر ولكن هنا لا ده مش من الانس ده من الجن او من الشيطان طب ازاي هنا الكلاب الكتير لما تجتمع مع الطين الكتير او هي بتدوس فيه او هي بتمشي فيه فالدنيا ملخبطه معاها فهنا الشيطان او الشياطين اللي مش عايزه تسيبنا باستمرار ومش عايزانا نهدا لا في نومنا ولا في حياتنا ولا في عيشتنا فهنا بيجوا لها في المنام عشان يخوفوها ويجيبوا بعض المنامات المقلقه جدا جدا اللي تخلي عيشتها اكتر تعبانه طب ازاي هي أصلا بتعاني من تعب ولخبطة وشايلة كل حاجة على كتفها هي فهي ايه لما الشيطان طبعا هو عارف عنها كل حاجة لانه طبعا الشياطين قاعدة معانا وفي قرناء معانا هنا معانا باستمرار طيب يا ابو يحيى انا عايز اقول كلمة صغيرة لكل حبايبنا قولي يا أبو يحيى صلوا على سيد سيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان كل انسان ليه قرين الانسان اللي بيصلي وعارف ربنا وعلى طول باستمرار قاعد بيقرأ في كتاب الله وبيهتم بالصلاه في اوقاتها وذكر وصدقات وكل حاجه حلوه مهتم بربنا هنا على طول القارين هنا بيقوى معاه هنا قارين بيقوى معاه طيب الانسان اللي سايب نفسه ما بيصليش وسايب نفسه للهوى كده وكل حاجه معاه ملخبطه هنا طبعا قارونه ضعيف اول ما بيجي الشيطان عايز ياخد اخبار عن الشخص ده بيبلغه قارونه على طول لانه ضعيف اصلا يقوله ده بيعمل كذا وعين كذا وفي كذا معانا اتصال طيب معانا اتصال الاستاذه رشا طيب انقطع الاتصال شكرا لحضرتك يا رشا عاودي تاني الاتصال يا ريت يا ريت عشان نسمع منامكم يا جماعه نأسف العقل لعدم يعني التواصل معانا لان التليفونات كتير قوي 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 والله اتمنى ان انا يعني بجد اسمع اتصالاتكم واسمع منامكم طيب هنا القرين هنا بقول القرين هنا لما بيقوى يا جماعه بذكر الله والانسان هنا بيكون صلب قوي بربنا سبحانه وتعالى مستحيل القارين بتاعه يكون ضعيف هيكون قوي مش هيقدر الشيطان ياخذ منه اسراره مش هيقدر ياخد منه حاجه انما الانسان الضعيف اللي هو الهوى الهوى معاه على طول باستمرار إيه بيقطع صله رحمه الدنيا ملخبطه معاه سايب سايب نفسه كده ما بيصليش على طول الشيطان بيقوله بيعمل ايه بيعمل كذا وكذا وكذا لدرجه تقول ده عين فلوس في الحته الفلانيه ده لدرجه بيلبس كذا يجي الساحر هنا او دون يقول له ايه انت معاك فلوس في الحته الفلانيه انت عرفت منين يا عم ما انت اصلا اتهونت اصلا في حياتك فعشان كده قارنك بيتهاون وبيدلهم على كل حاجه فهنا يا ست ام احمد صلح اختك اختك في ضيق ربنا معاها لان هي زعلانه وانت لما بسطلها هي تعبانه بتعاني من امور كتيرة ربنا معاها يا رب العالمين شوفيها طبعا الدم عمره ما بيتحول ميه ابدا واكيد ان امك قلبها قلبها مهما حصل من الابناء الاب والام بيفضلوا بيحبوا اولادهم وبيعطفوا عليهم وبيبقوا معاهم فانا بقول لك هنا خلي بالك من الشيطان الرجيم يا ست محمد واستعيذي بالله من الشيطان قبل ما تنامي عليك بآية الكرسي والإخلاص والمعوذات والفاتحة ربنا سبحانه وتعالى هيبعد عنكم الشر ويبعد عنكم الشيطان طيب هنا هنرجع تاني لأحلامنا طيب هنا في إنسان بيشوف في المنام وهو قادم أو بيقدم لسفر أو بيقدم لشغل يقول لك أبو يحيى إيه أنا شفت في المنام أو عملت استخارة لعريس أو بقدم لشغل إن أنا مثلا هشتغل في الشغلانة دي ولقيت زيت كتير الزيت كان جميل يا عم في المنام اه جميل الزيت كان حلو في المنام اه فده دليل على بسرعه جدا روح على شغلك ده امسك فيه امسك فيه بايديك واسنانك هيبقى فيه خير كتير قوي وفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى الست اللي هي متزوجه وشافت في المنام ان بيتها فضي من الزيت المنام ده ما بيحمدش يا جماعه ليه ده دليل على بعد جوزها عنها اما ممكن يكون فراق مثلا بطلاق او ممكن يكون جوزها بره بعيد عنها أو ممكن حصل مشاكل فجزء بيبعد عنها لأن الزيت هنا طبعًا ده رزق، ده خير، بيأتي بالمال، واللي بيجيب طبعًا الكلام دون الأزواج. طيب، هنا أنا بقول تاني للإنسان اللي هو مثلًا ربنا سبحانه وتعالى إيه الدنيا ملخبطة معاه وبيعاني من ضيق وبيعاني من هموم والدنيا ملخبطة معاه أوي أوي وشاف قاعد كده بياكل زيت. بياكل زيت، شاف بياكل زيت أو بيشرب زيت. أنا بقول له هنا افرح إن ربنا هيزول عنك ما أنت فيه من ضيق ومن هموم ومن نكد. طيب أنا بقول لكل أحبابنا الكرام أي إنسان بيشوف نفسه معاه زيت كتير بقول له افرح بمقدار ما شفت في المنام من الزيت الرزق والمال اللي جاي لك. طيب الرزق هنا مش لازم يكون مال بس. يعني مش لازم لما أقول لك أنت جاي لك مال أو جاي لك رزق في الطريق يبقى مال. لا بيبقى بركة. بيبقى خير بيبقى حب الناس بيبقى فرج من عند ربنا سبحانه وتعالى فحد كده ممكن يقول لك ايه انا شفت في المنامات, المنامات دي بتبقى سبحان الله غريبه جدا ورموزها جميله وبحر وبتبقى بحر من منامات سبحان الملك سبحان الرحمن حد يقولك مثلا والله انا شفت يا ابو يحيى ان الزيت في زيت بينزل عليها من السماء يا الله ايه الفرج دي طبعا هي اشاره غريبه جدا ولكن المنامات سبحانه وتعالى من عند رب العالمين الله سبحانه وتعالى بياخذ الروح الانسان وبيوكي المنام في جسد الانسان عايز اقول حته مهمه قبل ما ننهي الحلقه معاكم يا رب تستفادوا مني في الحته دي يا جماعه حصل بيحصل معايا مواقف كتير ان في ناس بيجي يكذبوا في المنامات ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب هذا الكاذب بشده قوي 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 وانظروا الى صوره سيدنا يوسف واصحاب السجن لما دخل معاه فتيان السجن واحد قال له ان رايت كذا كذا والاخر قال له رايت كذا 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 سيدنا يوسف ما فسرش المنام في الاول وطبعا سيدنا يوسف ما كانش بيفسر ولا يعبر سيدنا يوسف كان بيأول احنا بنجتهد وبنفسر او بنعبر ودي نخطئ ونصيب النبي الانبياء كانوا بيؤولهم يعني بيبقى بالظبط فهنا كان كاذب في المنام فقال له سوف تصلب وتاكل الطير من راسك والتاني قال له انت هتطلع لمين؟ للملك هتبقى صاغي لربك تاني هتطلع لربك وهتكون صاقي عنده وهتبقى حاجه كويسه اوي 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 فلما قال لي ده انا كنت ده انا كذاب انا يا نبي الله كذبت عليك في المنام قال له قضي الامر الذي فيه تستفتيان لقد وقع منامك وخرج من سجنه واكل الطير ايه من راسه فما تكذبوش على الله في المنام اوعوا تخترعوا في المنام ليه لان ربنا سبحانه وتعالى يقال بعد العلماء ان في ملك ملك اسمه رحائيل او هذا آه الملك الله سبحانه وتعالى يامره ب ب باشارات المنام لروح النائم لان النايم بيبقى نايم طيب لا تكذبوا في المنام آه طيب الحلقه بتاعتنا خلصت آه يا رب كان طبعا تطول كنت عايزه تطول اكتر من كده ولكن انتظروني في حلقات ان شاء الله قادمه وهيكون احسن واحسن يا رب لو ما استفدتوا مني صلوا على سيدنا النبي هتستفادوا بالصلاه على سيدنا النبي انتظرونا في حلقات قادمه كل عام وانتم بخير عيد الاضحى جاي كل سنه وانتم طيبين شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته